وحول حصيلة هذه الدورة ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من الرباط الدكتور طارق أثلاتي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا، تحية لكم ولمشاهدي قناة ميديا أنتج. شكرا لك. إذن ما هو تقييمكم لهذه الدورة الخريفية التي وصفها الكثيرون بالبيضاء؟ في الواقع يستحيل الحديث عن مصطلح تقييم، لأننا سنقيم شيئا غير موجود. وللأسف أن هذه الدورة اتسمت بمسألتين محددتين. المسألة الأولى هي افتتاح جلالة الملك في انضباط كامل مع الدستور للدورة الخريفية، وأن هذه الدورة للأسف خضعت لمزايدات سياسوية جعلت المؤسسة التشريعية ضحية للتدبير غير السليم للمشاورات والمفاوضات حول تشكيل أغلبية حكومية. ولا أدل على أن لولا المصلحة العليا للوطن ولولا القضية الوطنية الأولى لما كانت لهذه الغرفة المؤسسة التشريعية أن تجتمع حتى لانتخاب رئيس أو هيكلة البنية الإدارية لهذا المجلس. وبالتالي نقول بأنها دورة بيضاء بالمطلق. المسألة الوحيدة التي أنقذت ما وجه هذه المؤسسة هي انتخاب رئيس لمجلس النواب في مستوى التطلعات المستقبلية هو السيد الحبيب المالكي، وانتخاب الهياكل ويعني وضع البنية الإدارية الكاملة لهذا المجلس من خلال اللجان وغيرها. وبالتالي نقول بأن المزايدات السياسوية للأسف كانت لها كلفة كبيرة على مستوى المؤسسة التشريعية، وما خفي كان أعظم فيما يرتبط بباقي التبعات الأخرى. اليوم لا يحق لنا أن نتحدث عن أي مشروع قانون أو مقترح قانون في هذه الدورة، لا يحق لنا أن نتحدث عن مفهوم تمثيلية الأمة داخل المجلس، لا يحق لنا الحديث عن مجموعة من المفاهيم والتي هي بطبيعة الحال أفسدتها التدابير السيئة لتدبير المشاورات والمفاوضات من أجل تشكيل أغلبية حكومية. شكرا لك طارق أثلاتي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، حدثنا مباشرة من الرباط.